أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام في مقابلة أجرتها مع سعادته قناة العربية الإخبارية أن المواطن السعودي المصاب بكورونا وصل إلى السعودية عبر البحرين، وقد دخل البحرين قبل إعلان إيران عن تفشي الفيروس في مدنها. خلال اتصال هاتفي لمتابعة آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا من قناة العربية الإخبارية، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا الذي دخل إلى السعودية عبر البحرين كان قد وصل من إيران قبل اتخاذ الإجراءات المشددة. نثمن عاليا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بزيارة خادم الحرمين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقفاتهم التاريخية مع مملكة البحرين. هناك تنسيق قائم ومستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات لمكافحة انتشار هذا الفيروس. بخصوص المواطن السعودي، طبعا مثل ما قال المراسل قبل قليل أنه وصل إلى الحدود السعودية عبر البحرين، كان دخل البحرين قبل إعلان إيران عن تفشي هذا الفيروس في مدنها وقبل تفعيل الإجراءات المشددة في جميع منافذ البحرين. كما أكد وزير شؤون الإعلام خلو الداخل البحريني من أي حالة إصابة بالفيروس. البحرين بلد لم يدخلها كورونا، لا يوجد عندنا فيروس كورونا موجود داخل البحرين، جميع الحالات المكتشفة فقط عبر المنافذ وتم عزلها. اليوم أنا أكلمك ما يوجد شخص في البحرين أو نعم. لم تسجل أي حالة اختلاط داخل البحرين. وشدد الرماحي على أن منافذ المملكة مفتوحة لجميع القادمين وتشهد حركة طبيعية. جميع المنافذ مفتوحة وتسير بشكل جدا طبيعي والحركة جدا طبيعية، التشديد فقط لمن يأتي من المناطق الموبوءة فقط لا غير. المنافذ مفتوحة للجميع، خاصة جسر الملك فهد، هناك العبور طبيعي ومستمر. كما أكد وزير شؤون الإعلام على أن جميع الحالات المصابة قادمة من إيران. جميع الحالات المعلن عنها هي أتت من إيران بطرق غير مباشرة. 47 حالة فقط هي في العزل، لا تتلقى أي علاج، واضحة جدا طبيعي، تقضي المدة المتعارف عليها علميا وطبيا وهي مدة أسبوعين، يلقون كل رعاية، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم نعلن عن حالات شفاء بإذن الله. وشدد وزير شؤون الإعلام على أن الإجراءات المتخذة في المدارس احترازية وتأتي حفاظا على سلامة الطلبة.